السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أول رد لصنعاء على الاعتداء على المسافرين في طريق البيضاء مأرب، وإلى التفاصيل. ردت حكومة صنعاء على الاعتداء الذي تعرض له المسافرون من عناصر حزب الإصلاح بعد إعادة فتح طريق بارب البيضاء الجوبة. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على إكس، إطلاق النار من قبل عناصر تابعة لإصلاح مأرب على المواطنين أثناء تجربة العبور من الطريق المتوافق على فتحه هو لا شك عمل قبيح ومدان. مضيفا مع ذلك، ما يزال أملنا قائما في أن ما توافقنا عليه سيتم بنجاح. وحتى العزي الإصلاح على ضبط عناصرهم التخريبية ومواصلة العمل التوافقي المشترك خدمة للصالح العام. طبعا هناك تطورات طرأت بخصوص هذا الموضوع، وهو أن الإصلاح قد أعلن رسميا قبول مبادرة صنعاء. هذا ورد في خبر يقول: أعلنت سلطة الإصلاح بمأرب الأربعاء قبول مبادرة صنعاء بفتح الطريق بين الطرفين. ونشر الموقع الرسمي لسلطة مأرب صورة لحظة لقاء وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح بقادة قافلة الراية البيضاء التي انطلقت من محافظة البيضاء إلى مدينة مأرب للمطالبة بفتح الطريق الذي كانت صنعاء أعلنت مبادرتها قبل أشهر وتم عرقلتها من جانب الإصلاح بمأرب. وأكد مفتاح خلال اللقاء فتح الخط رسمياً، متمنياً أن تمثل هذه الخطوة تجارباً أكبر في ملفات أخرى. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح طريق مأرب صنعاء منذ بدء الحرب على اليمن التي قادتها السعودية في مارس من العام 2015. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.